السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت نشرت لحضراتكم فيديو عن السفر والتدريب الفني في كندا بدون شروط، امتحان لغة أو رصيد مالي بمنحة $2500 كندي شهريا. ودلوقتي هنستعرض مع بعض ازاي نملأ طلب المنحة دي. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي CCA 2021 بيتراتيرال بيوراتيورال انترنشيب بروجرام. هي كلمة صعبة حتى عليا في النطق، ممكن ننطقها حتتين. كيوراتوريال. تمام يا شباب. بيقول لك ايه؟ application form deadline Monday March 9 2020 by 5 p.m. east. يعني ايه الشرق؟ يعني احنا ما يهمناش بقى خمسة ولا بتاع، هي يوم 9 مارس هتنتهي، واخدين بال حضراتكم؟ فلازم من دلوقتي الليلة دي كله يملأ الطلب ده. تمام كده. وانا سايب لكم الشروط في الفيديو الاولاني، وهسيب لكم برضو اللينك تحت في شرح الفيديو ده عشان تشوفوا ايه الشروط المطلوبة علشان المنحة دي. محدش يسيب الفرصة، اي فرص خش فيها حتى لو كانت الشروط مش منطبقة عليك، يمكن تيجي معاكوا يعني ايه بالحظ كده. طبعا هي بيقول لك فول نيم، والنجمة دي يعني معناها ان كل حاجة قدامها النجمة دي لازم تتملى. فبيقول لك يا مستر يعني يا استاذ، او مس يعني يا ست يا راجل. فهتملأ اسمك بالكامل هنا. يقول لك فيرست نيم، ميدل نيم، لاست نيم. يعني مثلا خلاص احنا قلنا هنا ايه، اخترنا اهو، وهنا بيقول لك يعني لازم بتتملى. هنا مثلا حسن، طبعا هنملاه بالانجليزي حسن. علي، محسن مثلا. تمام كده. خلاص احنا كده ايه حطينا الاسم بالكامل. بيرث ديت، طبعا هنا دي الاول، ومانث وير. هنا دي، خلي بالك ان انت المواليد يوم 1 سنة 90، يعني 1 سنة 90 يناير، يعني 1990 زي ما اتفقنا اللي هي دي كده. بعدين هنا يقول لك citizenship يعني الجنسية. طبعا هتكتب ايجيبشن مثلا لو انت مصري، او اي جنسية تانية هما ما بيفرقوش، ومش مشترطين جنسية معينة يا شباب، يعني مغربي، سوداني، تركي، سعودي، اماراتي، واخد بال ستك؟ فدي ايه متروكة لحضرتك حسب جنسيتك. طيب هنا هايست ديجري يعني اعلى درجة انت حصلت عليه، يعني حصلت على اعدادية، ابتدائية، ثانوية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه. هتكتب هنا ايه الشرط بتاعك. ولو صعب عليك تترجمها، ترجمها في جوجل ترانسليت. تمام كده يا شباب. طب تخش ايه يعني، انا بملى معاكم الحاجات ديت علشان ايه، نعيد تاني الشروط اللي هي مطلوبة بعضها. طبعا هايست ديجري خلاص خلصناها. الانستيتيوشن اوف هايست ديجري يعني إيه؟ انت واخد طيب يعني هنا مصر خلاص، بي سي خلاص يا عم مزعلش. انستيتيوشن عين شمس
أمس يونيفرستي. خلاص يا حاج، وبيزعل لما بنسيب ايه مكان فاضي. year of graduation يعني سنة التخرج. طبعا ما تجيش تقول سنة التخرج 1970 مثلا، لأن هو بيقول لك المواليد من 1 يناير 1999، فأنت المفروض إنك اتخرجت مثلا قعدت كام سنة، يعني 16 سنة بعد ما إيه اتولدت، عبارة عن 6 سنين ابتدائي و3 سنين إعدادي يبقى 9، و3 ثانوي يبقى 12، و4 سنين جامعة يبقى إيه 16. 16 وسنة 90 يبقى كام؟ اجمعهم كده وشوف هيطلعوا كام. بس كده أنا هجمعهم أنا شخصيا عشان أشوف أنا إيه شاطر في الجامعة ولا لأ. هاتوا فين الجامعة؟ حاجة وحشة أوي، ما بقيناش نعرف نجمع. سنة 1990 و16 سنة يبقوا كام؟ زائد 16 سنة يطلع كام؟ يبقى 2006. انت اتخرجت في 2006، طيب يعني بقالك 10 سنين متخرج وقاعد في البيت او القهوة او في النادي او سايق توك توك او اي حاجة يعني احسن من كده شوية. تمام كده، يبقى 2006. خلاص يا عم متزعلش كده اتقبل. الايميل بتاعك مثلا اي ايميل مثلا سترونج مثلا at gmail.com. تمام كده كويس، محمر شاهين. هوم ادريس 16 عمرانية مثلا ستريت، هي اكيد هي المفروض تبقى سمول اهي، جيزة مثلا عمرانية جيزة، هنا ايه سيتي كايرو لان الجيزة جزء من كايرو، بروفنس تريتوري ستيت اي حاجة بقى يعني ممكن الجيزة برضو، مهم ما نسيبش الايه المكان دوت فاضي. هنا بوستال كود اي حاجة، وطبعا بتدور انت على البوستال كود بتاعك في البريد، يعني انت تجيب كده صفحة البريد وتقول بوستال كود جيزة هنا مثلا، راح مطلع لك الكود ده 1 2 5 11، 1 2 5 11، 1 2 5 11. ماشي يا فندم. كانتري ايه بقى؟ طبعا ايجيبت مش كده، من ايجيبت اهي، ايجيبت تحت. تمام يا ريس، خلي بالك كل حاجة ليها العلامة ديت يعني معلومات ميدي. كويس كده. هوم فون نمبر، هوم فون نمبر احنا في مصر هنا ده، وبعدين اريا كود اي حاجة في مثلا ده كده، وبعدين فون نمبر كده، يعني كم كده عندنا 3 4 5 6 7 8 9 ناقص 2 كمان. ماشي. How did you hear about this program؟ تروح ايه حاطط له مثلا يوتيوب او فيسبوك، يعني اللي انت ايه ضميرك وذمتك ترتضيها يعني. طب بيقول لك please include all components of the application critical analysis and the CV.
critical analysis يعني تحليل لثقافتك وخبرتك والسي في اللي هي ايه اللي هي السي في اللي بتقول فيها سنك وعمرك وساكن فين وتليفونك فين وبتعرف انجليزي ولا بتعرف فرنساوي، السي في العادية يعني. ماشي، وتخليها في بي دي اف فورمات، يعني ممكن تحطها في بتاع دوت في وورد بس سيادتك، وبعدين تحول الوورد الى فورمات. يعني برضو ايه، في ناس ما تعرفش، فاحنا هنقول ايه هنا وورد تو بي دي اف اهي. بص طلعت اهي. ماشي، هتحط ايه وورد تو بي دي اف سمول بي دي اف، انت تستخدم ده convert word to PDF documents مش عارف ايه word to PDF for converter، دي انا بفضلها الحقيقة اللي تحت دي هنا. وبعدين ايه بقى، هو بالتراي فري هتحط ايه ال select your file هنا اللي هو الورد، وتتوكل على الله هيطلع لك هيبقى PDF. تمام كده. طب لما يتم اختيار اي ملف، هنا اختيار الملف اللي انت ايه curriculum vitae، ماشي، او فيتا او فيتاي يعني حسب النطق. انا ممكن يعني اعقد الناس واروح واخد دي كده. تمام يا فندم، يقول لك انا ما بعرفش انجليزي ولا حاجه، فين ترانسليت يا جماعه؟ دي هنا ترانسليت، ترانسليت تو عربيك اهي، وراح اعمل كده طبخ. طب يا عم طقها لي بقى curriculum vitae. curriculum vitae اول مره اعرف النطق ده. طب كويس، الفرصه ان انا اتعلمته برغم ان انا 70 سنه يعني ودايس في اللغه الانجليزيه، ولكن واحد يقول لك فيتا وواحد فيتا فيتي كده يعني. فدلوقتي احنا عرفنا ايه انه curriculum vitae. curriculum vitae احفظوها بقى علشان ايه ما تغلطوش بعد كده. طبعا انت ايه تكون كاتب برضو الكوريكولم vitae ديت على ورد ومحولها ل بي دي اف، تروح طالبها من هنا رافعها هنا. critical analysis برضو تكتب بقى الايه خبراتك بالتفصيل الممل، وتكون مثلا تعرف أستاذ أو مدير مدرسة أو زميل في مركز مرموق في المهنة بتاعتك، وتخليه يكتب لك كده إيه جواب تعريفي كويس عن ظروفك برضو على وورد، وتحوله لبي دي إف، ويكتب اسمه تليفونه وعنوانه والإيميل بتاعه كل حاجة علشان هم ممكن يتصلوا بيه يسألوا عنك. ماشي يا فندم. تايتل اوف كريتيكال اناليسيس يعني الراجل اللي اداك الشهاده دي التايتل بتاعه ايه، يعني مدير مؤسسه، ناظر مدرسه، استاذ في جامعه كده، الحاجات دي مهمه. وخلي بالك برضو كله احمر يعني لازم تملى ده باي طريقه. طيب سي ريفرنسز contact information of two academics or professionals who are familiar with your work. يعني في ترجمتها ايه، يعني contact information معلومات التواصل او التوصل الى 2 من الناس الاكاديميين او البروفيشنالز الاساتذه اللي هم عارفين مستواك في الشغل ده. are familiar with your work، عارفين عملك كويس ويعني بيمدحوا فيه. طيب first reference هتكتب كل البيانات الاول عن اول واحد، مثلا استاذ في الجامعه او دكتور في الجامعه او رئيس الجامعه او مدير شركه او مدير مصنع الكلام ده. second reference برضو نفس الكلام ده، هتكتب فيه الايه بيانات كلها زي ما انت شايف كده، وهي كلها بالاحمر. تمام كده.
When your application is complete, please print a copy for your records. يعني لما انت تخلص الطلب دوت ويبقى تمام التمام، يعني مش محتاجين اي تصحيح او اي حاجة، هتطبع منه نسخة على تحطها في ملف عندك، وبعدين then proceed to submit. وبعد كده بعد ما تعمل الاجراء ده هتعمل submit form اللي هي دي، تمام؟ تضغط على دي. لو انت مش واثق في الكلام اللي فوق ومش متأكد منه هتفضيها كلها empty form، كويس كده، وتروح ايه مليها تاني. عايز تطبعها عندك برينتر، print form كده. يبقى احنا خلصنا ايه المالي الطلب ده. وزي ما بقول لحضرتك ما في فرصة على الانترنت، وانا الحقيقة حريص ان انا دايما اجيب لكم الفرص الذهبية علشان حضرتك تتقدم وتبقى انسان فخور بنفسك، ومهما كانت الارض اللي انت قاعد عليها هتحس ان انت مالي مركزك وان انت حققت هدفك في الحياة. بالنسبة برضو حاجة كده على جنب، لما بتروح لكندا، لما رجلك تلمس كندا ممكن تقدم بقى ايه لجوء، تقدم هجرة، كل الكلام ده. هي مشكلتنا كلنا علشان ناخد الجنسية الكندية ازاي تحط رجلك في كندا. لو حطيت رجلك في كندا وقلت لهم انا لاجئ اخوانا، انا عايز ابوس راسكو، اقبلوني عندكم، الناس راجل رئيس الوزراء اللي هناك راجل حبوب قوي وراجل محترم جدا وبيحب كل الجنسيات وكل الديانات، وما بيفكرش ابدا ان هو يعني يكسر بخاطر حد، وبيفتح باب كندا للناس اللي هي ايه متميزة، والناس اللي هي هتفيد كندا. يعني السماء هناك ما بتمطرش فرص، الفرصة انت اللي بتصنعها وبتوفيق ربنا بتنجح فيها. لكن بعلمك انسى، بخبرتك انسى، لازم توفيق ربنا قبل كل حاجة من دول، تمام؟ بعد توفيق ربنا مجهودك بقى انت، يعني لازم انت ايه تعمل حاجة. مش هتنام وتدعي ربنا ان انت تبقى جنسيتك كندية، تمام يا فندم؟ ارجو ان يكون الفيديو ده عجبك، والفيديو اللي قبل كده اللي فاتوا هسيب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو ده علشان برضو تبص في الشروط والحاجات دي. وانا بقول لك برضو مرة تانية، خش في الموضوع واكتب، ما تعرفش شوف حد يعرف واكتب واملأ الطلب بتاعك، تمام كده؟ استاذك في الجامعة، استاذك في المدرسة، مديرك، رئيسك، حد حبوبه حلو وجميل معاك يكتب لك جواب تعزيز لطلبك، والله الموفق سبحانه وتعالى. ما تنسانيش بقى في انك انت تديني تضغط على علامة الاعجاب لو عجبك طبعا الكلام ده. انا يعني خدت الموقع وترجمته لك في الفيديو الاولاني عشان يسهل عليك قرايته بدون ايه يعني سريع. وبعدين لما تخش في الانجليزي ما يبقاش عليك صعب وتعرف. لو يعني عايز تقدر مجهودي اضغط على لايك، شير الفيديو لو انت محتاجه كان به، لو مش محتاجه فكل اصدقائك واقربك ومعارفك واصحابك اكيد فيهم حد عايز، واكيد انت هتكون سبب في نجاح انسان او اكتر من انسان في ان هو يحقق هدفه وامله في الحياة. فما تبخلش علينا بانك انت تشير الفيديو، وكمان ربنا سبحانه وتعالى هيجزيك على هذا العمل اللي انت بتعمله انك تشير المعلومة المهمة. تاني حاجة بفكركم ان نهاية الطلبات يوم مارس 9 مارس. اوعى تخزلني، عايزك تبعتلي من كندا وتقولي ان انت نجحت وانك انت اتبعت الكلام اللي انا بقوله، علشان برضو انا املي ان كل الشباب الجميل الحلو ده يروح حتة تكون تقدر معلوماته وخبرته
وتقدر طموحه الجميل. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.